عزيزي المشاهد، إذا جاك إشعاري أبيك تعلم يقيناً أنه هذا المقطع تعبنا جداً، ولكن كل لعيونك، وهذا ممكن يكون آخر مقطع برمضان، ولكن مقطع دسم. ودام أهل خير أخواني، فلازم أقول لكم من الآن كل عام وأنتم بخير، وعاد عيدكم مقدماً، وأتوقع أني أول واحد. وهذا اللي بيدي هو عطر أمبوستر، العطر الخاص فيني، وظهرت لكم صورته قدامكم. وبالأثناء هذه وانت قاعد طالعني العطر، مسوي عليه تخفيض بمناسبة رمضان، من العيد جاي والناس تبي تهدي وتتجهز، تخفيض 20%. والجميل بالموضوع مو السعر والتخفيض، لا 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 لا، ركز معي. لو طلبت العطر راح يوصل كده انت في السعودية من 5 إلى 7 أيام، وممكن أقل إذا ما كان الضغط عالي. ولكن مو برضو هذا الجميل، الجميل إنه إذا طلبته وشميت ريحته في تستر يجي معاه، ما عجبك ترجعه وترجع لك فلوسك كاملة مكملة إلى جيبك إذا ما عجبك أبداً. العطر زي ما قلت لكم بيصلح للجنسين، وطريقة الطلب بكل بساطة عن طريق الرابط حق باور ستور، بحط لكم تحت، تضغط على الرابط يطلع لك العطر، تحط إضافة ويوصل لك وين ما كنت، داخل السعودية خارج السعودية. والتخفيض هذا فقط المدة هذه، إذا خلصت الكمية ما راح نجيب زيادة أبداً يا جماعة، يعني بيكون حصري للناس فقط اللي طلبوه. عموماً ما راح أطيل عليكم، بإذن الله تستمتعون بالمقطع، واعلموا إن احنا تعبنا عليه، لا تحرمنا من اللايك، صدقني بتستمتع. مشاهدة ممتعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي الكرام، S6B Feud النسخة الأولى أيها الإخوة الكرام. في هذا المقطع راح تكون ولأول مرة 4 أفرقة سعودية يتنافسون على الفوز في S6B Feud. راح نقسم الآن الأتيام فيهم، راح نرحب فيهم ونشرح بعدها على راحتنا. جاهزين؟ أنا بعطيكم الأتيام، لا أحد يتناقش معي لين ما أقسمها. بسم الله، أول شيء راح نسويه قبل لا نبدأ أي بداية، أول الله يحييكم والساعة المباركة وأسفرت ونورت، أرحم أبو خلود، أرحم أبو عابد، هلا أبو الدوري، هلا أبو رياني، أبو خالد، أبو مشواح، فروسي وعدولي، يا مرحبا. كل واحد كل واحد كل واحد. أول شيء بيصير أبو خالد هناك، مودي هناك، مع بعض ابو خالد ومودي، وين مودي؟ ابو خالد هناك، مودي ما انتم مع بعض مهما حدث. يلا روح مجرم جيمز، تفضل معي اول الطاوله. اول الطاوله، والله ما غش، والله ما غش. عرفت عرفت موقفي، عرفت ابو خالد تفضل، راح يكون معاك الظاهرة. روح معه، روح معه، الله يعين. تعال الحمد، تعال. تبي دافور؟ نبي دافور. تكفى توبز ولا بنوح ولا فروس؟ تبي دافور؟ تبي دافور؟ تبي دافور؟ أبو نوح. حلو تدري أنت الدافور؟ لا تكفى، أقسم بجلال الله. بيجيكم واحد الآن، بيجيكم واحد. أيوة. أعطيكم واحد، هذا ممتاز. طبعا يا جماعه التقسيمه عشوائيه، ترى احنا مقسمين عشوائيا عشان يكون في كفء، يعني طرفين متكافئه. كفو. الاستاذ فارس تفضل. الله لا يحييه، الله لا يحييه يا حبيبي، يا حبيبي. احنا باقي عندي اثنين، احنا بنمشي عادي، باقي عندي اثنين. يا رب سلم معنا، يا رب سلم معنا، يا رب مو معنا. طيب خلودي 25 وتوبز برا. خلودي 25 مع فريق مودي. فريق اسمعني، اسمع، والله ما نفوز. لا لا لا، والله تفوزون، والله والله تفوزون. خالد خل ثقتك عليك، والله اني واثق. والله الامور بسيطه، عندك فارس وعدوله، هذول اثنين عليهم التكتيكات، هذول اللي بيلي يفجرون. مودي انساه، بس ازعاج وسوالف حق محتوى، ترى جايبك عشان محتوى بس. ايه عشان محتوى بس. السلام، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. توجيهات بسيطه بس، هذا ما منه فايدة والله يعطيكم من الأخير. أيوة. فلا تستعينون فيه كثير. أيوة. لا تعطونه صوت. هو زينة، أنا راح أرد عليك بالمقطع كلهم شكرا. هذه كاميرتك. أيوة، راح أبرد وجه أحمد بإذن الله. وهناك كاميرتك. أيوة ممتاز. وهنا كاميرا. كل هذا عزيزي المشاهد والله عشان اقدم لك محتوى يليق فيك. ابيك تركز معي، المقطع هذا يشهد الله انه تعبني، ولي اكثر من اسبوعين اجهز له واعد له، والمكان زي ما انتم شايفين اتعبنا حتى تجهيزه، ونشكر مدارس الرياض انهم اتاحون المسرح. باطلب منكم طلب يا جماعه، اذا ما عليكم امر واذا ما عليكم كلافه، المقطع هذا في احتماليه يكون منه جزء ثاني، والجزء الثاني نضيف فيه برضو الافرقه، لان في افرقه اعتذرت بسبب الضغط ورمضان والشغل، زي بيكس حاولنا لكن للاسف الوقت ما سمح، وبرضو ار 8 ان شاء الله، وممكن نجيب برضو AI شو، ونجيب برضو الافرقه، واكتبوا لنا تحت افكار ممكن نضيفها، واذا عجبتكم ضروري يا جماعه الخير اذا عجبهم المقطع. يا ابو خالد ايش يسوون؟ يكوي ثوبه ويسوون لايك
واشتراك عشان يجي عشان ثوب يلا لي وفق الوجه الله لي قل يلا ابو ذا الوجه بدر نوح هلا اللي عنده عجبهم من المقطع لايك عشان تعرف يسوون يشتركون يكفون هذا وصل 10 مليون ما شاء الله في شهر ما شاء الله فاحنا ما نبغى احنا نبغى 20 بس ولا كذي هل هذا المقطع 20000 لا 20000 مشترك لا 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 40000 مشترك هذا ايزي عدهم شوف كم سبسكرايب لو قلنا كل واحد يجي من 10000 100000 ابو خالد 5000 ما نحسبه 80000 هي 80000 لكن خلي لو وصل 80000 ابى اسوي نسخه ابى اجمع جميع الافرقه في مقطع واحد ويعلم الله انه راح يكون مقطع استثنائي تحضرون كلكم وتتابعون معانا في المدرجات اول باول وهذا وعد هذا وعد باذن الله CXB نخلع بخلع في مقاطعك تمام تعرف اني الوقت مهم والسحور بعد شوي وعلى طاري السحور 20% كاش باك اذا استخدمت كودي في جاهز لفتره محدوده الحق على سحورك اليوم ومسلياتك للمقطع تطلب قهوه وتطلب اكل عشان تستمتع واهم شيء حط الكود SXB1 راح يجيك كاش باك 20% الى حد 20 ريال استفيدوا منها يا جماعه وانشروا الكود بين الناس اللي حولكم خلوهم ياخذون التخفيض والله فايده لكم وفر فلوسك في جيبك العيد جاي وجاهز بيوصلوا لك كل ما تشتهيه معدتك مطاعم قهاوي حلا اللي تبيه وبحط لكم الرابط تحت لا تنسون SXB1 اطلب الان واستمتع المقطع طويل والسهره عندي بسم الله الرحمن الرحيم ابشرح فكره يا جماعه المقطع وعشان المشاهد برضو يعرف وركزوا معاي فاميلي فيود هي الام وشكرا للفيرفول الله يعطيه العافيه لانه سمح لي اصور الحلقه هذه واعطاني ضوء الاخضر ابو داحم والله شكرا لك وشكرا انك وثقت فيني ابو داحم خلف الكواليس على التحيه طيب بكل بساطه راح تكون عندنا 8 أسئلة كل سؤال راح يطلعون ضيفين هنا في حال ان الضيف عرف الاجابه راح يضغط على الزر ضغط على الزر راح احسب له 3 ثواني يجاوب اذا جاوب الضيف على السؤال اللي موجود هنا عنده خيارين اما انه يحط السؤال لتيمه ويجاوبون اما انه يدفه على الفريق الثاني واضح واضح وطريقة الأسئلة استوحيناها من الناس والمجتمع اللي حولنا أسئلة عامة وبعطيكم مثال الآن سم لي مشروب تشربه دائما فيمتو موية إلى آخره فالشراب حقك اللي أكثر قولا من الناس والعامة راح يكون الجواب الأول وبتفهمون مع السؤال الأول سلسلة مرة بسيطة مرة سهلة جاوبتوا صح تأخذون النقاط عندكم 3 سترايكات يعني يا ريان تغلطون 3 مرات يروح للسؤال للطرف الآخر وإذا جاوبوا جواب واحد يفوزون هم يأخذون النقاط كلها يأخذون نقاط الإجابات كامل. واضح؟ ريان تفضل معاي؟ تفضل معاي ابو خالد يلا ابو خالد هذا تيم فريق والله ما يتكلم لغه عربيه طيب لا لا لو سمحت ابو خالد اسم التيم اذن اذن تيم تيمكم عندها اسم تيم معروف اسمنا اذن داعس ما مشكله روح داعس داعس تيم الداعس الداعس والاذن بيدعسونك اظني مودي وريان أيديكم تحت أيديكم تحت في حال السؤال طلع راح تبدون تضغطون أول ضغطة هو اللي راح يجاوب واضح؟ أوكي السؤال يقول إيش أول شيء تسويه إذا شفت شخص يسرق بدر؟ عفوا ريان أتصل على الشرطة أتصل على الشرطة إجابة تبي تجاوبون ولا تبي تعال 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 يلا طيب اسمعني والله كان يتدينا هنا والله وانا كان انا مسوي زي كذا تفضل مكانك جايه تفضل مكانك تفضل مكانك السؤال يقول ايش اول شيء تسويه اذا شفت شخص قدامك يسرق قدامي على طول قدامك يسرق اروح امنعه ادافع كذا اروح اخش في وجهه يعني احاول امنعه يعني اي احاول امنعه احاول امنعه باقي لكم 3 اجابات رايد اول شيء تسويه اذا شفت شخص يسرق قدامك شخص يسرق قدامك ايش بتسوي ايش موقف رايد سرق طيب بس خلنا نشوف سرق صح سرق ومعه سكين اهرب لا لا اهرب ايوه رايد يقول اهرب واهرب هي اجابه ايش فيكم ساعده مترمسين عليك مالك عندي طيب عبد الله شخص سرق قدامك ايش اول شيء تسوي استاذ قبل شوي ذكر انه كان معاه سكين ايه حضر رجله هرب حلو بالنسبه لي الموضوع مختلف اسلم اضربه
اضربه. احسنت اضربه 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 هي احاول اوقفه بس مجاوبه حلوه. سترايك 1 عاد عندي تيم داش. يلا يلا ريان شخص سرق قدامك شو تسوي؟ طيب يا عيال لا لا ممنوع عندك. اصور اصور الحاله تصور والله انه ورب الكعبة تصور إجابة والله سبحان الله هذه الوقفة ربه كذا زود والله يا رب تصوير يلا باقي عندكم الأخيرة. بدر شخص سرق قدامك لا تتكلم معه. طيب طيب واحد الآن قدامي حلو سرق سرق حلو أنا خايف. أنت خايف في هذه اللحظة ابو صارخ حرامي اتوقع اصارخ. لا هي نفسها هي نفسها ايش مو نفسها مو نفسها ابو صارخ تصارخ يعني تصارخ كيف يعني بقول حرامي ساعدوني اطلب النجدة ممكن كذا كذا صح اصارخ اطلب النجدة اجابة يا رب ايوه اس ولا كلمة يا رب انت ولا اذن ايوه 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 اصلا لا والله ما اتفتح بخاطر معلش ايوه لو سمحت احمد برنامج محترم بس اطلع حق مكانك مكانك بدري يا عيال بدري محموق بدري يا رب الكعبة التيم وورك مو طبيعي البداية تخوف. الآن جمعوا مجموع النقاط 153 اللي هو تيم 2 تيم الدعش. اطلع يا بدر عدول اطلع أيديكم تحت يا شباب. السؤال يقول سم شيء تسويه قبل يوم زواجك. من قبل؟ بدر النوح. احجز قاعة الزواج. احجز قاعة الزواج؟ غلط 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 لا لا مستحيل صحيحة. وقف يوم زواجك احمد عنده سؤال قبلها يا عادي قبل يوم زواجك عادي قبل يوم زواجي إيه؟ قبل يوم زواجك شو تسوي؟ اروح احلق واضبط واتكشخ. احلق واضبط واتكشخ حلوه ايوه تاخذ ولا ما تاخذ؟ يلا يلا بلعب ارجع مكانك بنلعب يلا يلا. السؤال يقول عشان تفهمون قبل يوم زواجك حلو. لو قبله بشهر يوم بنفسه قبل يوم الزواج حلو. فارس قبل يوم الزواج استأجر سيارة ونشوف الإجابة وتقول استأجر سيارة صحيح نعتبرها صحيح إذا كانت مقاربة الإجابة يا جماعة راح نعدها صحيح. نعم طيب نعم. أبو سلمان متزوج طبعا قبل يوم زواجك أعزم جماعتي وأخوياي وكذا أعزم جماعتي وأخوياي وش دي؟ أشوف صحيحة صحيحة صحيحة. مودي ممنوع تكلمون وش تبي؟ شو تسوي قبل يوم زواجك؟ أنسق الرحلة حق شهر العسل حلوة أنسق الرحلة حق شهر العسل حلوة 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 هذه أنسق الرحلة حق شهر العسل إجابة خاطئة. Let's go. أحسنت مودي. إجابة خاطئة. قسماً بالله إنهم يسوونها. طيب في أشياء ثانية أهم. يمكن. لا لازم غلطة. عدولة. قبل يوم زواجك. قبل يوم زواجك إيش تسوي؟ أسافر سفرة الوداعية وداعية العزوبية. سفرة وداعية العزوبية قبل يوم زواجه. والله هذه جديدة أشوف. سترايك 2 باقي سترايك 3 الآن السترايك الأخير. في حال اخطأته راح يتحول السؤال للطرف الثاني. تمدن تثقون فيني روح يلا ابشروا تكفى اشتري بشت ملابس شماغ وزي كذا اجهز ملابس واشتري بشت وشماغ واشياء زي كذا اجابه صحيحه رقم 2 سلمان عندك ابو سلمان ابو سلمان ابو سلمان عندك لا 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 لا. صوت ابو سلمان خلي لا لا انا قاعد انا معهم قبل يوم زواجك ايش تسوي؟ وقت يا أخي أربعة كم أي وقت؟ ثلاثة أنا ما إيش اثنين واحد سترايك ثلاثة بنعم الأول بيت يكون أول واحد والله بيت قبل بيت يوم زواج بيت قبل يوم زواج عيال بيت ولا عشاء أنا أشوف بيت تصويت إيه أنا عشاء قبل يوم زواجك مين بيتكلم؟ عندي عندك؟ تكفى مش واحد قايد قبل يوم زواجك إيش الشيء تسويه؟ أبا سكت وما نجاوب بيت أخذ لي بيت إجابة صحيحة أجربي والله ليه ما تقولها والله ليه ما تقولها
يعني تاخذون تسكنون بخيمه بيت يا شباب. والله انا قال ابو فارس حرام عليكم يا عيال، سكن اسافر وانت اسافر حرام يا عيال. فارس رايد اخواني الكرام، قبل ان اطلع السؤال نذكر بالنقاط. تيم الدعش 186، تيم الاذن صفر. السؤال الثالث يقول: اذكر مهنة شخص ما تبي تسمع منه اوه جبت العيد. وش السؤال؟ فكروا. ايوه رايد، شخص مهنته ما تبي تسمع منه اوه جبت العيد. كهربائي. الله كهربائي. خاف انه يقول يتكهرب. كهربائي. خذها. ميكانيكي وكهربائي كلها زي بعض، لا جاء له واحد. دور اذا جاء بعده يروح لهم. اخي قاعد تفكر. لا لا مودي العقاري اللي ماسك العقار. حق العقار. حق العقار. حق العقار. صحيحه. سكته سكته. ايوه 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 ايوه. اسمع هو جبت العيد لهم خلاص خذوه لهم لهم اعطوكم اياه. السؤال عندك رب الكعبة صادق. يلا ابعيد السؤال الان وراح ينتقل عند توبز. حلو ليه عبد الله اعطاني اياه. اذكر وظيفه شخص ما تبي تسمع منه اوه جبت العيد. دكتور. يا سلام. والله الاجابه جامده. هذا الاول الاول دكتور. اجابه صحيحه. يا عمري تبزع. يلا 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 عيان. شخص ما تبي تسمع منه اوه جبت العيد مين؟ طباخ. الطباخ يجيب العيد. والله مصيبه هذا. الطباخ اجابه صحيحه. انا جت في بالي والله اجابه بس احمد انها راحت. الصدق والله ما ادري. اذكر وظيفه شخص ما تبي تسمع منه اوه جبت العيد. الصدق ابى اقول لك الصدق. الصدق انا لو جاء الحلاق حلو قال جبت العيد اقسم لو جاء سطر. هذا رقم سبعة هذه صدقني منطقي. الحلاق اجابه صحيحه. ممتاز ممتاز. عندي عندي ايوه بسم الله. خذ هذه رقم اثنين. تبغى رقم اثنين؟ عطني عطني. الطيار. الطيار اجابه صحيحه. لو جبتها عديناها مسيره ضوئيه. طيب هذه فكروا فيها زين. الاجابه الاخيره ترى اعيد واكرر اللي كتبها الجمهور. هذه كلها من اسئله الناس والناس اللي حولنا. طب اذكر وظيفه ما تبي تسمع منها اوه جبت العيد. سعد حبيدي. لازم تفعل سعد حبيدي وتهبد. طيب صلى على النبي كذا. انا ههبد اقول ايوه ثلاثة. قلها. اي عاد قلها. الرسام. 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 اجابة خاطئة. طيب بسم الله. ريان. بسم الله. انا بقول اجابة. دوس دوس. بتجيبها. ان شاء الله. يا عمري يا عمري. قلنا دكتور، قلنا طيار، قلنا مهندس، قلنا حلاق، قلنا ميكانيكي، قلنا طباخ. طيب. هات. الشيء الثاني. خمسة. اللي راح يغلط عليه. أربعة. اللي هو مدرس يوم يجي يصحح اختبارات. ممكن. اي والله حلوة. والله حلوة. مدرس يصحح اختبارات. ايش رايك؟ ابو نوح بنيها ابو نوح بنيها. والله. والله قلها اما غلط. طيب. اسمع احمد. سبعة ترى. انا صانع محتوى. وإذا جبت العيد. نعم. اقسم بالله العظيم مصيبة. صار. انا اقول صانع المحتوى. اعلامي يعني اعلام. اعلامي يعني صانع. اعلامي وقت شوف من سكوت ابو شايع واضح انه ها قريبة ترى. اعلامي او صانع محتوى. قريبة قريبة. مصيبة. في القناة. في القناة. في القناة. صح صح. قنوات الفضائية. جواب صحيح. اجابة رقم سبعة خاطئة. احتاج حاجة اوضح. احتاج بدر قربت. للاسف راح ينتقل السؤال للطرف الاخر. هل اجابتهم لها علاقه بال انا بعطيكم نفس ما اعطيتهم اللي كاتبين الاسئله المجال حقنا والمجتمع حقنا. واجابتهم كانوا قريبين بس ما جابوها صح. ما راح اطلب اذا مو هي. قلها قلها. يلا يلا قلها قلها. احمد هي مجازفه. ايش هي؟ لكن انت عانيت منها كثير وفي بعض الشباب عن منها. والله ما اقول. متفقين؟ اي روح روح. متفقين؟ قولها. متفقين. ليتس جو. المومنتج يا رامي عذبته. المومنتج؟ اذا جاب العيد مصيبه. المومنتج مصمم. المومنتج إجابة صحيحة. أنا برنامج محترم. برنامج محترم. برنامج محترم. برنامج محترم. برنامج محترم. برنامج برنامج محترم. إخواني راح يأخذون الآن النقاط كاملة. فريق إيه فور إني سهلون. حلو حلو حلو. صانع محتوى قريب يا مون. يا ابو شايع تظلمنا. انت قلت صانع محتوى. طيب ايوه صانع محتوى. المومنتج هل هو صانع محتوى؟ لا. هل المومنتج صانع محتوى؟ صانع محتوى من معه؟ دقيقه دقيقه من معه يساعده؟ هل صانع محتوى وظيفه؟ صوت رجع لي. هل المومنتج وظيفه؟ مساك مساك احمد. بدايتك في اليوتيوب
انت تصنع المحتوى وتسويه وتنزله ايه في اليوتيوب ايه صح صح ايوه طيب صويه. صانع محتوى من اللي صانع محتوى ايه ايه من اللي منتج مقطع واحد منتج لا انت انت نفسك انت نفسك يا مكاي يا ابو سلمان يا مكاي يا مكاي يا عمري يا ايوه ارقص بطينا فلوس بطينا فلوس بطينا فلوس ماشي مريض يا سلام ابو نوح سمعني يا عمري يا سلام يا ابو سلمان النتيجه نذكر فيها 94 186 اجابه واحده صح تاخذون النتيجه تقلبونها اياديكم كلها تحت انا واثق بالصلعه عندي اياديكم كلها تحت السؤال يقول اللي صوت برا وش اول شيء تسويه اذا صار لك حادث اتوقع واضحه تبص احمد ارجع فار 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 تعادل راح اعيدها والسؤال يخلص كامل ولا تدرون حجر ورقه بقص من مره واحده بينكم من مره واحده يلا 1 2 3 طيب وش اول شيء تسويه اذا صار عليك حادث او سويت حادث أدق على الشرطة أدق على الشرطة أتصل على الشرطة أتصل على الشرطة إجابة حلوة حلوة تو تو عندنا عندنا نمشيها 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 شرطة نجيب بتكلم بالمنطق إذا إجابتك مقاربة بنعتبرها تفضل أول شيء يصير صار حادث صار لي أنا صار لك حادث أنزل من السيارة تنزل من السيارة نعم أنزل من السيارة إجابة رقم واحد ألولا تأخذ يس يس ناخذ أبوه ناخذ أبوه يلا عبد الله هو السؤال عند ريان وش أول شيء تسويه إذا صار حادث عليك لا سمح الله أدق على الإسعاف أتصل على الإسعاف أتصل على الإسعاف إجابة صحيحة أبو نوح أول شيء تسويه صار لك حادث شوف منطق انا صار لي حادث كويس اضغط فليشر صح اضغط فليشر اي يا احمد منطقيه والله اضغط فليشر اجابه خاطئه حلو حلو طيب انا عندي 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 بنضرب بريك ونهدي ونفكر شوي طيب اذا انا سويت حادث طيب انزل بسم الله عليك صارك شيء صارك شيء تاكد على سلامتك اتاكد على سلامه اتاكد على سلامه اجابه حلو اقسم بالله الخطوه الثانيه يا سلام والله ستوب 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 والله رايد الشغل والله رايد يا عيال اثبت نفسي باذن الله الحمد لله طب صار لك حادث لا سمح الله ايش اول شيء تسوي ايش ممكن تسوي لو صار لك حادث يا توبز خمسة أربعة ثلاثة لا هذه مو هذه مو ثواني رقم اثنين واحد انتظر حلوة سترايك تو ليه؟ ما سترايك انتظر ما في انتظر وش انتظر؟ يلا شباب جمعون اجوبتك ريان أول شيء تسويه سويت حادث بدق على أهلي أعلمهم أتصل على أهلي وأعلمهم إجابة صحيحة حميد تستاهلون صوتكم عالي واسمعوا إجابتكم ثاني مرة ثاني مرة ارفع صوتكم اخش معهم التيم بدر شيء تسوي آخر حاجة لا لا مو آخر سترايك لا نعيد السيناريو لا والله يا الله أبو نوح خمسة بديت وقت انتهى نعم أيوة أربعة صار لي حادث صفط على جنب ايوه اصفط على جنب ان شاء الله اصفط على جنب اصفط صار هنا 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 نرجع نرجع لاماكن يا شباب نرجع لاماكن بنزل العقال لا والله بريك هذه الجوله جوله جديده ابفصخ فيها الشمال وبسوي احتاج منكم تسوون الاتي الاربعه اللي هنا راح تناظرون هناك تتغير اماكنكم الاربعه اللي هنا راح تناظرون هناك تتغير اماكنكم كل واحد بيقابل شخص جديد على الطاوله ناظر لا تقلبون لما اقول لكم ابدوا غيروا اماكنكم الان غيروا اماكنكم يا سلام يا سلام يا سلام جاهزين الكل يلتفت على رفيقه لا والله انا متولع متولع انا ابيك نفس الشيء اطلع لي يا بدر اطلع لي يا عادل السؤال يقول
بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين يا رب اللهم لا اللهم سهل. اذكر مكان ما تتمنى تكون فيه وانت حشران. من قبل ابو نوح. ابو نوح ما يبي ابو نوح ابو نوح عاد يدري انه ابو نوح ترى بس لا 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 في بار الفار هنا اول هنا ايوه ايوه فار عادل ايوه اكون بالسياره بالسياره اجابه رقم 4 السياره مكان ما تتمنى تكون فيه وانت حشران 5 4 3 2 في الصحراء القاحله في الصحراء القاحله باي مكان روح الصحراء القاحله اجابه خاطئه خاطئ تبيه ولا تعطيه ياخذ وقت يلا 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 الله يلعن ابيك ايش تاخذونه 5 اسئله 5 اجوبه بس حلو 5 اجوبه ما تتمنى تكون فيها وانت حشران هذه تصويتات المجتمع واضح الديسكورد تحت رابطه اللي بينورنا في السيرفر الله يحييه يسوي فعاليات من فتره وفتره طيب يلا ها مكان ما تتمنى تكون فيه وانت حشران يا ابو سلمان حشران تبي الحمام حشران تبي الحمام بلم بلم انا حشران يا سلام وانت ما تتمنى وين ادري ما اتمنى اني وانا اصور وانت تصور يمكن اقصد مكان عمل عمل يعني عمل او تصور يعني مكان عمل او تصور اجابه صحيحه حلو 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 مودي المسجد المسجد مودي يقول المسجد والمسجد إجابة صحيحة 40 نقطة مكان أنا حشران مكان ما تتمنى تكون فيه وانت حشران يعني وش تقول وقت اعتقد ما راح اجيبها طاب بالي سوف تعبك يلا لا 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 سترايك 1 اوكي سترايك سترايك ما كمل ما كمل كلامه مناسبه والله ما كمل مناسبه اجتماعيه هي نفسها في اجتماع بس بس هي نفسها في اجتماع مكان ما تتمنى تكون فيه حشران وانا العب كوره وانا العب كوره اجابه صحيحه حلو 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 في الملعب قاعد العب كوره فيه طيب مكان ما تتمنى تكون فيه وانت حشران اسمعني لا 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 سترايك 2 ابو خالد اقسم بالله سترايك 2 غلط واحد بيروح لهم السؤال يلا ما ساكت تفضل وش اختبار وش هو اختبار وانا قاعد اختبر وانا قاعد اختبر في المدرسه تعال بيبي بيبي ارجع يا بيبي هذه مني انت ارجع يا بيبي يا بيبي ارجع 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 النتيجة هي 175 تيم اي 4 ان 271 تيم 2 وهذه عليها 7 يعني بتلوتون السؤال يقول سم شيء ممكن تسويه يعصب ابوك يا عمي رد فعل شفت كيف سم شيء ممكن تسويه يعصب ابوك تخلي الكهرب شغال تطلع تخلي الكهرب شغال وتطلع لا يا هو اجابه وين اجوبه المجتمع والحياه سم شيء ممكن يخلي ابوك يعصب يعصب عليك يعصب عليك اذا طلبني شيء ما سويته إذا طلبني شيء وما سويته طلبني شيء وما سويته إجابة صحيحة أتهاوش أسلوب سيء نفسها أسلوب سيء يعتبر مقارب أو قريب إذا قربت ذا تبيها ولا تعطيهم ايش رايكم لا لا كمل كمل ناخذها لا كمل كمل شو كمل يا روز كمل اعطيني اياها وناخذها ايش مشكلة السؤال طويل كثير ما حبيبي قول اشياء تعصب ابوك نبي ها يلا عندنا خلاص خلاص خذوه توفيق توفيق السؤال عند ابو خالد اشياء ممكن تخلي الوالد اذا سحبت على الدوام اذا سحبت على الدوام اذا سحبت على الدوام اجابه خاطئه كيف كذا ابوي يعصب والله في اشياء اقوى منها فارس اشياء ممكن تخلي الوالد يعصب هذه 100% صح اذا ما صليت صح اذا ما صليت اجابه صحيحه عادل شيء ممكن يعصب ابوك اذا سويته اذا قعدت تلعب بالوقت طويل مره إذا قعدت ألعب في وقت طويل مرة إجابة خاطئة سترايك 2 مستحيل سترايك 2 نعطيهم سؤال لا هذه ما عاد فيها خالد تعطينا السؤال لا لا أبو خالد جاوبوا على اثنين أعطونا الباقي أبو سلمان
5. إذا ما حضرت مناسبة اجتماعية للعائلة وكذا. إذا ما حضرت مناسبة أو غبت يعني. إيه. أوكي. إجابة. لا لا إجابة صحيحة إجابة صحيحة. آخر شيء رقم 8. وين 8؟ ما في 8. إيه قاعد غشوا بنت. أبو شايع مو لهالدرجة. لا لا لا. 8 محذوفة خلاص. محذوفة 8. خلاص. دقيقة شباب. في رقم 8 بس مو محطينه 8. برجع للإعداد ثواني. كنسل موجودة بس كنسل يا ابو شايع الحمد لله كفاية يا ابو شايع يلا بس يلا يلا والله كفاية يا ابو شايع راح احكم فيها طب اسمعني راح احكم فيها عادي 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 البرنامج حذف ابو شايع عادي ارجع مرة ثانية انجاوب جواب ثواني راح احكم فيها الاجابة موجودة ولكن تم حذف السؤال الثامن بسبب غلطه بالاعداد ثواني الاعداد يقول لك تم اشاره ايوه 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 هذا برنامج محترم لو سمحت برنامج محترم خليني اطلع بالطاوله ابو شايع برنامج محترم متكلف متكلف فار 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 اجابه عندكم الاجابه تفضل اقفطني وانا ادخن اقفطني وانا ادخن اجابه صحيحة يا عيال من زمان الأشياء هذه أنا والله ما أبغى أنا ما أبغى إجابة صحيحة واضحة ها أنا إيه؟ أكذب عليه أكذب عليه أكذب عليه أكذب جاوبوا جاوبوا بعد جاوبوا الأخيرة بيها أنا بيها طبعا أكيد الدخان ما ننصح فيه يا جماعة الخير والسوالف هذه طبعا إيش الشيء إذا سويته أبوك بيعصب منك ودي أقول إيش تقول ركز على الديسكورد شو يفكرون لا 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 خمسة؟ لا لا الوقت يعني. الوقت يا أبو شايع أحمد أحمد أيوة نظر طبيعي يا أحمد ثلاثة نظر طبيعي أتهاوش مع أخواني أتهاوش مع أخواني يعني شايف العائلة سوي مع أخواني هلي أتهاوش موجودة في رقم ثلاثة تسعة تسعة رقم تسعة أتهاوش موجودة في رقم ثلاثة تعال 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 أبو شايع تعال السؤال ينتقل إلى تيم 1 تقول أكيد؟ شيء إذا سويته أرسل. شيء إذا أرسل. سويته يعصب الوالد الرسوب الرسوب. الرسوب إجابة تعالوا تعالوا ضروري ضروري بسم الله نشوف الإجابات نشوف الإجابات نشوف الإجابات خلينا نشوف الإجابات قبل رسوب وش ستة أفحط حلو استقاسو استقاسو أشرق ريان أبو خالد الديربي ونذكر بالنقاط 175 346 باقي سؤالين يمديكم تقلبونها الجولة الأخيرة السؤال الثامن دبل النقاط معروفة دائما هذه السؤال الثامن دبل النقاط الأخير يعني السؤال السابع يقول أعذار شيل إجابة شيل إجابة شيل إجابة شيل إجابة شيل شيل على طول باك باك شافها والله الإجابة عند ريان راح تنتقل لين ما أكمل سؤال يا حبيبي نعم أعذار والله يظلم أعذار تقولها إذا بتصرف واحد فكر فكر شوية فكر خمسة إيزي سهل أربعة صوت ثلاثة مشغول مشغول والله هذه الأولى هذه هذه مشغول أول واحدة مشغول إجابة ايوه تعبان لا 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 تزعجون لا تزعجونا بالله صوت نفسها اي اجابه قريبه راح اعتبرها نفس حقه العمل وحقه الغيره من الاشياء اي اجابه قريبه راح اعتمدها بدر والله اني كنت بقول تعبان الصدق يلا بس اني هدت معي ابو شايع بالله تبي تصرف واحد ايش تقول له يعني احمد بعض الاحيان اذا بصرف واحد صدق يمكن اطفي جوالي اطفي جوالي اطفي جوالي اختفي ما يرد ما يطفي اطفي جوالي ما ارد اطفي جوالي لا 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 صدقت والله اجابه رقم 7 اعداد تبي تصرف واحد طيب بصرف واحد صرفه والله عندي اجتماع او مناسبه عندي اجتماع او مناسبه عندي اجتماع اجابه صحيحه صحيحه ريان الى الان عندكم سترايك واحد عمري تبي تصرف شخص تسوي والله طالع مع الاهل طالع مع الاهل حلوه
طالع مع الاهل. حلوه اجابه. هذه ثلاثه خاطئه. والله اني اصرف احد زي كذا في تصريفات كثير، ولكن انا خذيت الدارج. والله صعبه الدارج. طيب بصرف واحد. تبي تصرف واحد؟ بصرف واحد صح. اتصل عليك شنك بيصور مقطع. اتصل عليك شنك رايد بصور مقطع. والله يا احمد اني مسافر الحين ارجع. حلو مسافر. اجابه صحيحه. تكفون عيال تكفون بكثرين. الله يوفقك بروح بدر. باقي لكم سترايك واحد. انت مشغول. انا مشغول. الدارج اتذكر الدارج. احمد اسالني كانك اتصلت علي بدر الان. انا وينك بدر؟ ابغاك ابغاك ادفاني. إيه؟ احمد والله ما معليش. اي معليش عندي ظرف طارئ بس هذه الموعد. إيه؟ خمسه. ويني جالس اشتغل. جالس اشتغل. جالس اشتغل. اجابه صحيحه. باقي واحده. باقي واحده. باقي واحده. طيب جاك شخص مشغول يبغى يقابلك، ايش تسوي؟ والله عندي تصوير مع ابو شايع. تصوير مع ابو شايع او تصوير او شغل نفسها؟ لا تصوير. هي عندي ضغط عمل. وجبنا ممنتج قبل شوي. عندي تصوير. ضغط عمل. ينتقل السؤال كامل الى التيم الثاني. انا قايل لك اتصل عليك شخص. اتصل علي وقال لك ابغى اقابلك وانت بتصرفه. دق علي. دق علي. هلا ابو خالد. السلام عليكم شلونك؟ وينك بطلع معك؟ عندي اختبار. وشو؟ اختبار. اختبار؟ نعم. شلون ابو خالد؟ عندي اختبار. شلون؟ عندي اختبار معليش ما اقدر اطلع معك. عندي اختبار. اجابة صحيحة. عندي اختبار. اسالك بالله اقسم قريت احل القسم اللي قريت. والله 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 جعل في ذمتي اني ما قريت. ارجع 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 ارجع. ولعت ولعت ولعت. عاد ما قد حركت. ما فينا احد يروح. سلمان رجع. سدان ارجع. تعال زيتون ابو زيتون. تعال من هنا من هنا من هنا من ديدك. طيب بدك خشمك الحين قدام مره الاولى. ما دق خشمك انا. صلوا على محمد. هذا السؤال الاخير وعليه دبل معروف. التيم الثاني. هذه الجوله الحاسمه، اي بمعنى التيم اللي راح يفوز راح ياخذ دبل النقاط اللي موجوده. وايضا ازيد واذكر انه اصلا بدا الدبل ولا مع الدبل، اللي بيفوز الان بيفوز في المقطع. واضح؟ هذا قصر. هذا السؤال المصيري. حلو انك دبل. ايديكم تحت. ايديكم تحت. السؤال يقول ليه ما خلصه وطالعوا ببعض. لوحات إرشادية تبدأ بكلمة ممنوع. ممنوع الدخول. سلام. ممنوع الدخول. أعطينا واحد. أعطينا واحد. واحد. استرايك ون. حلو حلو. طيب جاوب 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 جاوب. عادي عادي. خطأ. طيب نظري نظري. ليش؟ ليش ممنوع الدخول؟ ليش؟ هي إجابات أفضل يا رجل. يا أخي كل. أربعة ثلاثة. ممنوع الوقوف. ممنوع الوقوف. والاجابه الثانيه صح. حلوه حلوه حلوه. تاخذ ولا تعطي؟ اي انا اقول ايه. جيبه جيبه جيبه. من الدخول هذه مره اساسيه. روح. عادل. علامات ولوحات مكتوب فيها ممنوع، اذكر واحده. سمي لي واحده. ممنوع الانتظار. ممنوع الانتظار. وش دي وين دي قرأتها؟ جديدة. ممنوع الانتظار. مستحيل على خطأ. ممنوع الانتظار. سترايك ون. ما في ممنوع الانتظار أبدا. إلا والله في ممنوع الانتظار. يمكنها يمكنها بس في مكان واحد. بس أبغى الدارج. علامات. ممنوع التدخين. ممنوع التدخين. ايوه شغال تدخين لو بخلود هذا. ممنوع التدخين. اجابه رقم واحد. اجابه رقم واحد ابو خلود. طيب علامات يا مودي. ممنوع العبور. ممنوع العبور. ممنوع العبور. إجابة خاطئة. وظف وين؟ علامات وعبارات تبدأ بممنوع. ممنوع الجلوس. ممنوع الجلوس. عادي جدا. ممنوع الجلوس. سترايك ثري. لا 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 كلها ممنوع والله. قلنا انت قلت انا قلت هذا. فيه ممانيع اكثر ما ذكرت. ممانيع. نعم ممانيع. ركز يا ممنوع. وين ابو فهد؟ ركز لي على التيم اللي هناك. طيب عادي خذوا راحتكم. ايوه ولكن واحد بيتكلم. اي نعم.
تبي مين بس؟ عندنا؟ عندي 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 شوف خذ عندي؟ عندي 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 عندكم إجابة واحدة. خل صدقني إجابة واحدة حلو تذكرها فزنا تفوز في المقطع. أوكي ناخذ 50,000؟ إجابة واحدة أبو رياض تذكرها تفوز بالمقطع. لا تطلع الا اذا قلت الكلمة اجابه. ها لا تطلع اي واحد مو شرط 5 6 3 4 اللي هي عبارات ممنوع. سمي لي واحده ممنوع ايش؟ اوكي خايفين الشباب. شوف شوف كهر صح عليكم صح عليكم ولكن في شيء اكثر درودا من ستوب 6 توب 6 احنا ايش قاعدين نسوي حاليا؟ نصور ممنوع التصوير. احسنت 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 يا رب يا رب يا رب يا رب اصبر 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 لا تفرح اصبر لا تفرح خفيف برد وجهك اعطينا اعطينا ممنوع التصوير إجابة صحيحة. عزيزي المشاهد عزيزي المشاهد أتمنى استمتعت في مقطع اليوم عشان تعرف أن المقاطع هذه تتعب وتأخذ مجهود مننا يا رب عشان يشوفون الإجابات عشان يشوفون الإجابات. دقيقة دقيقة شغل إجابات الفارس شغل حبة حبة. ثلاثة عطني ثلاثة. ممنوع الأكل والشرب عطني أربعة عطني أربعة. ممنوع اللمس دون تاتش دون تاتش عطني ستة. ممنوع الإزعاج كلها مليانة بالسوالف. إلى هنا يا جماعة وصلنا للنهاية يا رب إنكم استمتعتوا. نشكر كل الشباب اللي اعطونا من وقتهم واللي جونا هنا والله ما قصرتوا. شكرا يا عيال كل ما بيكم عدوله فارس ابو سلمان هذا الكاس يا جماعه الخير بسم الله تعال يا الكاس يا سيدي. قبل لا نختم يا جماعه اول شيء شكرا دحوم انك اعطتنا السلسله وبناخذ صوره الان جماعيه. العموم اقربوا 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 سووا لايك اشتراك يعطيكم العافية يا شباب. شكرا طبعا الكريم.